متابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا بكم، بنحييكم وبننقل لكم بثا مباشرا مع أول داعية إسلامية بمحافظة الشرقية. هنتعرف عليها وهنعرف إزاي هي أول داعية إسلامية بمحافظة الشرقية. تفضل حضرتك عرفينا بنفسك. السلام عليكم، أنا اسمي الشيماء محمد إبراهيم، أول داعية بمحافظة الشرقية بإجازة في الدعوة من الرواق الأزهري، حاصل على لسانس أصول دين قسم حديث من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وحصلت على الإجازة في الدعوة من الجامع الأزهر الشريف، وهي إجازة يعطيها الأزهر لأبناء الأزهر وذلك ليمارسوا الدعوة. كانت قدوتي وأسوتي دكتورة هدى درويش ودكتورة كريمان حمزة، ووجدت في نفسي شيئا أن أنا أستطيع أن أنا أقوم بالوعظ للسيدات أو للفتيات اللي دائما بيخجلوا من وجود واعظ أو داعي رجل. فلم أتقلد منصبا في الأزهر، ولكني تقلدت مظلة المجتمع المدني، وذلك بكوني رئيسة لجنة المرأة والطفل والوعظ والإرشاد في أكثر من جمعية أهلية، وبالتالي أستطيع أن أعز وأذهب إلى بعض الأماكن والمناطق التي يريدون فيها الدعوة وتعديل المسار. أهلا بيكي، كلمينا بقى، يعني أنت لما بتنزلي الجمعيات الأهلية أو بتنزلي في الندوات التي تتحدثين عنها، إيه أكتر شيء شايفة أنه ممكن محتاج إلى يعني ندوات أكتر وإلى اتساع فيه؟ هو دائما عنصر المرأة وجانب المرأة، لأن هناك شبهات ومفهوم مغلوط في معنى المرأة وفي حقها. نجد أن كثيرا من الناس يقولون أن المرأة أخذت حظ وافر وأكثر من اللازم في الحديث عنها، لكن عدم الفهم الجيد للنصوص يؤدي أن المرأة نفسها لا تعرف ما لها وما عليها. جميل قوي. طيب حدثينا، يعني أنت ما بتقعدي مع المرأة سواء الريفية أو في المدينة، أكيد في حاجات معينة لازم نتحدث فيها ونعزز يعني وجود المرأة ونعزز فكرها ونعزز. والله طبعا مع توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا كان عمل عام مخصوص لعام هو عام المرأة كان 2017، وأنا أرى أن كل أعوامه هي أعوام للمرأة، حيث أنه دعمها بحياة كريمة وبغيرها من الأمور. نجد أن فخامة الرئيس دائما يحث على تقوية الوعي لدى المرأة، لدرجة أن هناك 16 يوم مناهضة للعنف تجولنا فيهم في المحافظة من شرقها لغربها مع المجلس القومي للمرأة ومع الجمعيات الأهلية، لكي تعرف المرأة ما لها وما عليها. جعل الرئيس السيسي أن لا عنف يوجه ناحية المرأة، لا لفظي ولا جسدي وبأي شكل من الأشكال، وبنحاول نشتغل أن المرأة تبقى عارفة. يعني احكي لي بقى، يعني المرأة إيه المجتمع يقدر يعمله ويتعامل مع المرأة بحيث ان هي يعني تكون فعلا زي ما انت بتقولي، يعني الثقة ترجع لها وتكون سيدة من الأساس ومن التربية. عندما يرزقك الله سبحانه وتعالى بزوجة صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطافكم فإن العرق دساس، وعندما يقول لنا النبي وضع لنا معايير في اختيار الزوج وفي اختيار الزوجة فإنه يريد نشأة عظيم. نلاحظ أن الأمة الإسلامية أمة غامرة ووافرة بأعدادها، عندما كانوا يحاربون الصهاينة وغيرهم في الحروب كانوا يقولون ماذا يقولون؟ غلبونا غلبنا أردنا أن نغلبهم بالذرية، أي يرادوا القنبلة الذرية، فغلبونا بالذرية التي لو صلحت لصلح الأمر. تخير المسلم يجب أن يتخير لنطفته، يتخير زوجته، والمسلمة كذلك، لأن النبي قال إيه؟ إذا جاءكم من ترضون خلق ودينه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا ما نعيشه الآن، هي تسيء الاختيار وهو يسيء الاختيار، والناتج أطفال يملؤون دور الرعاية بلا مأوى وبلا أب وبلا أم. لابد أن تتقي الله في من تختار، وأن تحسن الاختيار، وأن تجعل أنها ريحانتك. والمرأة أمرها بسيط، أن المرأة لو أهديتها بشيء من الحجارة لفرحت وحمدت ربها وشكرت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابد أن نعفو عن الخادم وعن المرأة وعن غيرهم أكثر من 70 مرة في اليوم. هل نحن نعفو؟ أين سياسة العفو؟ أين سياسة تقبل الزوج والزوجة؟ مش هنقول تقبل الآخر، تقبل الزوج والزوجة لبعضهم البعض. الكلمة الطيبة لابد من المرجعية للكلمة الطيبة. ضع دستورا لمنزلك تعلم فيه الصواب والخطأ، وكافئ على الصواب، وازجر وانهر وعلم الخطأ. هو ده الدستور البيت الإسلامي. بيوتنا كل بيوت المسلمين كانت بالطريقة دي. احنا كنا بنتعاقب لما بنعمل حاجة غلط واحنا صغيرين، وبنكافئ بفعل الشيء الصح.
صح؟ نعم، جميل جدا. إذن المرأة في الأسرة لها دور كبير جدا، والأسرة أيضا عليها دور كبير جدا في انضباط المجتمع. تمام. حدثينا عن الأسرة وكيف تنهض بأبنائها، سواء مرأة أو مشاركة المرأة مع الرجل في بناء الأسرة وتقويمها. يعني عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بادئا من أمير المؤمنين أو بادئا من عليه. العلاقة بينهم مش علاقة ندين بين الزوج والزوجة، لكن علاقة اتنين شركاء على قدم وساق في نفس المؤسسة. ماذا تريد هذه المؤسسة؟ ليست المشاركة والمنافرة من هو الرئيس، ولكن جودة المنتج. ازاي اطلع منتج جيد؟ ازاي اطلع طفل عنده وعي؟ ازاي اطلع أسرة سليمة؟ وده كله بيرجع لرب الأسرة، لأنه هو اللي بيضع القانون اللي يجب على الأسرة أن تتبعه، وتكون الزوجة شريكة. طب عايزين نديهم المفتاح، ازاي يبدأوا؟ أولا حسن الاختيار. حسن الاختيار مهم جدا في بداية تكوين الأسرة. لابد أن تكون على قدم وثق ومتفهم أن الزوجة دي هتصلح ليك، فحسن الاختيار من الزوج ومن الزوج. حاجة رقم اتنين، أن يكون الزوج والزوجة على وعي كامل بما هم قادمون عليه. عندهم فكرة أنت داخل على إيه؟ ده أنت هتبقى مسؤول عن أطفال، مسؤول عن بيت. لازم عندك الفكرة دي، مفتاحك في الثقة بالله والثقة بالنفس، وأن أنت تكون عندك حسن اختيار. جميل قوي. طيب بالنسبة بقى لي يعني دوري أنا وزوجتي في تقويم الأطفال، وحتى بعد ما يتخطوا السن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ضربهم لعشر، يعني أول من أول الضرب على طول، داعبه سبعة، داعبه سبعة وعلمه سبعا وصاحبه سبعا. اتفضل. لابد أن يجعل كل رب أسرة له المفتاح، لأن هناك مفتاحين: مفتاح لدخول المنزل، وهذا ما نراه في أجيالنا، نجد أن الكثير من الأبناء يأتون ويلموا: هي بابا جه. وفي مفتاح آخر للخروج، إمتى هيخرج؟ فحضرتك تختار أي مفتاح. إن أنت وإنت جاي البيت الولاد يبقوا فرحانين ومبسوطين بقدومك عليهم، لفهمك ووعيك إن هم بتستوعبهم، تبقى عارف هم عايزين إيه. لأن المفتاح إذا كان مفتاح الخروج من المنزل هو الأهم لديهم، ونجد كثير من الأبناء الأب بيدخل ولا كأنه دخل، مش بيحصل. الأب بيدخل المنزل بيفتح الباب وبيقعد، والابن قاعد مكانه ما بيتحركش. يعني لو تعلمون ماذا يحدث عند هذه اللحظة في عرش الله سبحانه وتعالى، إن الملائكة لا تمسك بعرش الرب خوفا من أن ينزل من الغضب بما يفعله الأبناء بالآباء من العقوق. على الملائكة كده بتستغيث وتمسك عرش الله سبحانه وتعالى عشان ما ينزلش من غضب ربنا لعقوق الأبناء للآباء، وهناك عقوق من الآباء للأبناء. لابد أن يعلم الأب ما عليه من مسؤولية، غير تاركا لا يبالي بما يريدون واحتياجاتهم ومتطلباتهم، وهو عايش حياته بره، عايش حياته بيشوف هو عايز ايه. لا، انت لابد ان تكون على قدر من المسؤوليه عشان تعبر بالابناء دول الى بر الامان، واتباع قدوه الرسول صلى الله عليه وسلم. كتير في بيوتنا احنا كنا بنلاقي كتب السيره موجوده في بيوتنا، نقرا سيره النبي، ماما تيجي تحكي لنا حدوته، احنا بالناس بعيده تماما. انزل حضرتك